تراودنا فكرة عمل مشروع نظهر به للعالم بأكمله عظمة الحضارة المصرية من طلاب البريطانية، حيث لم يتسنى لنا إظهار هذا العرض بشكله المطلوب خلال سنوات الوباء. وعندما أتيحت لنا الفرصة أن نظهر مدى عظمة وإجلال الحضارة المصرية العريقة من قبل طلابنا الذين لا تتجاوز أعمارهم الست سنوات، حيث خيرنا طلابنا أن يكون مشروع تخرجهم عن الحضارة المصرية أم غيرها من الموضوعات، فوقع اختيارهم على حضارتهم المصرية. وكانت المغامرة أن يقدم طلابا بهذه الأعمار والتي أؤكد أنها لا تتجاوز الست سنوات عرضا بهذه الفخامة وباللغة الإنجليزية أيضا. وكانت المفاجأة من قبل طلابنا إتقان اللغة وحركة الأداء. وقد حالفنا الحظ اليوم بأن تنجح البعثة الأثرية المصرية الألمانية في إحياء نقوش معبد إسنا اليوم. والآن نترككم مع عرض الفرعوني لأبنائنا خريجي الدفعة الخامسة لرياض أطفال بريطانيا، كما نتمنى أن ينال إعجابكم. Thank you.
variety, justice, green direction, accountability, and more things. Hansis is one of the most important pieces of Egypt and the whole world. Writing in all you is ill and they will.